طبابة ألف مع عادل غرباء، العيادة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. أرحب فيكم، أنا سامي البيروتي في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم يوميا في تمام الساعة الواحدة ظهرا. تقدروا تسمعون عن طريق الراديو أو عن طريق الابليكيشن الخاص بإذاعة ألف ألف أف أم، التطبيقات لقوها في البلاي ستور والابليكيشن ستور، أو مباشرة عن طريق الموقع الرئيسي على www.alifalifafm.com. تواصلكم مستمعينا في هذه الحلقة راح يكون على 012-61-61-100 011-2-17-85-85. رسائلكم على الاسم اس على STC 85-10-40، موبايلي 66-3-1، وزين 70-13-13. رح نتكلم اليوم تحديدا مستمعين عن مرض شائع بين الفتيات والسيدات، عدم انتظام الدورة الشهرية أو التكيسات تحديدا. هذا المرض تحديدا بيواجه العديد من الفتيات والسيدات، رح نتكلم اليوم عن أسبابه وأعراضه وطريقة علاجه. معنا الدكتور أحمد صقر، أخصائي النساء والتوليد. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. كيف الحال؟ أهلا بيك. أهلا فيك دكتور. بداية في نقاط كثيرة رح نتكلم فيها اليوم. بداية أول شيء، طول فترة الدورة الشهرية أو قصرها، أو المدة الطبيعية للدورة الشهرية بالنسبة للسيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة للدورة الشهرية المقصود بها علميا هو المدة الشهر كاملا بما فيه الوقت النصف والوقت العادي اللي ما بيحصلش فيه نصف، أو وقت الدورة الشهرية الشائع. كلمة الشائعة بالنسبة للناس، دورة الشهرية تعني الوقت اللي بيحصل فيه النزيف. فهو طبعا الدورة الشهرية طول مدتها في الإنسان هي 28 يوم، يتخلل 28 يوم مدة نصف من 3 إلى 7 أيام، 3 إلى 6، ممكن توصل لسبع أيام بعض السيدات. هذه المدة الطبيعية، هذه المدة الطبيعية، ومدة النصف زي ما قلنا من 3 إلى 7 أيام. بتقل وبتقصر من واحدة لواحدة، ولكن هي متكررة بتكون معاها، بتكون كل شهر هي عارفة تقول لك أنا عندي الدورة بتقعد مثلا 3 أيام، ما الدورة بتقعد 4 أيام 5 أيام وهكذا. عشان نقول بقى في عدم انتظام، أو خلينا نقول لخبطة في الدورة الشهرية، عدم انتظام في الدورة الشهرية، يا إما أنها تكون قصيرة يا إما أنها تكون طويلة، يعني دائما أن هي تكون أكثر من 28 يوم يا إما تكون أكثر من 28 يوم. بمعنى أن ال 28 يوم لو كانوا قصيرين يعني هيمر عليها فترة النزف، فترة اللي ما فيش فيها نزف، وتكون مجموع المدتين أقل من 28، أقل من 21 يعني بمعنى أصح، لأن 21 هو ده التسمية اللي احنا بنقدر نقول عليها، أقل من كده هو ده اللي بنقدر عليه أسر في الدورة الشهرية. طيب طول الدورة الشهرية إن هي تمتد أكتر من الفترة دي بما فيها فترة النزف، هو ده الحالتين اللي بيستوجب علاج أو بيستوجب زيارة الطبيب. بالنسبة تحديدا لطول الدورة الشهرية، في حال كانت السيدة تعاني من طولها، فهل هذا الشيء ممكن يأثر على الحمل فيما بعد؟ هو طبعا طول الدورة الشهرية ايوه هيأثر على الحمل فيما بعد، لان هو عشان نعرف هو طولها، هي طولها يعني ايه، يعني ليه اسباب ادت الى طولها، فالاسباب هي ديت هي اللي تأثر على الحمل فيما بعد وليس الطول في حد ذاته. يعني هي الدورة الشهرية هي اخر عرض من الكيمياء اللي بتحصل في الجسم كله بتؤدي الى دورة شهرية. يعني الدورة الشهرية ديت هي اخر نتيجة بالنسبة لما يحدث من كيماويات بتحصل جوه الجسم، وبيكون نتيجتها في النهاية الدورة الشهرية أو عدم نزول دم أو نزول دم. يعني عشان نقول نكون واضحين، في هرمونات بتحكم في خلال الشهر، في هرمونات بتحكم في المرأة. الهرمونات دي هي اللي بتؤدي إلى فترة الخصوبة، فترة ما قبل الدورة الشهرية، فترة ما بعد الدورة الشهرية وهكذا. في كل وقت من هذه الأوقات الهرمونات بتختلف من وقت لوقت التاني.
يبقى بما انها هرمونات فهي خاضعه لانها يحصل نقص في هرمون معين او زياده في هرمون معين هيؤدي الى لخبطه، واللخبطه ديت هتؤدي في النهايه الى عدم انتظام في الدوره الشهريه. هي نفس اللخبطه ديت هي نفسها اللي هتعمل عدم او تاخر في الحمل، هتاثر على تاخر الحمل بشكل او باخر. ده احنا الكلام ده بنتكلم بصفه عامه، ما دخلناش لسه في اي مواضيع بتخص ايه اللي سبب اللخبطه في الهرمونات بهذا الشكل. انما احنا بنتكلم في واحده بتقول انا عندي لخبطه في الدوره الشهريه بصفه عامه، هل ده يؤثر على الانجاب فيما بعد؟ اجابه سؤال حضرتك نعم هيؤثر طبعا، لانه هو هيكون السبب الهرموني هو الاغلب، يعني هو السبب الهرموني هو متحكم فيها هو اللي هيأثر. نعم. طيب بالنسبه لعلاقه الدوره الشهريه بسن الياس، هو في نظريات بتقول، يعني كان في نظريات بتقول ان 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 الدوره الشهريه في سن مبكر هتؤدي الى ان سن الياس يجي في سن مبكر. النظريه دي نظريه قديمه ودلوقتي نفوا الكلام دوت وقالوا انه ملوش اي علاقه بال مفهوم خاطئ. لان هي كانت بتعتمد اصلا في ان هو عدد البيضات الموجوده في المبيض ساعه من ساعه البنت لما بقى دخل في سن البلوغ، ولما هيقل عدد لما هينتهي عدد البيضات ده، عدد البيضات دوت يعني المبيض هيخلو من البيضات، فالست هتدخل في سن الياس. الكلام ده تم نفيه، ويعني واوضح انهم الكلام مش مظبوط يعني بعد التجارب العلميه الاخيره يعني. لكن هو عشان اقول ان الست ديت عندها لخبطه في الدوره الشهريه فده ياثر في سن الياس يجيبه بدري او يجيبه متاخر، لا على حد كبير لا ملوش علاقه وصعب اثباته وما هوش ما هوش علمي ابدا يعني. طيب بالنسبه لاحد اسباب عدم انتظام الدورة الشهرية أو لخبطتها هي تغير الهرمونات، نقدر نقول. طب هل الوراثة تلعب دور أيضا في هذا الشيء؟ هل هي تعتبر سبب من أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية؟ لا ما نقدرش نقول إن الوراثة لها سبب، لأن هي ممكن إحنا ممكن نقول إن الوراثة تسبب عدد معينة فديها تسبب في لخبطة الدورة الشهرية مثلا، لكن أنا ما نقدرش أقول إن واحدة عندها لخبطة في الدورة الشهرية فبناء عليه لازم البنت يجي لها لخبطة في الدورة الشهرية. ما هي قاعدة. لكن هو في يعني مثلا نقدر نقول في عامل وراثي هنا موجود في حتة مثلا سن البلوغ، خلينا نقول وكل ده معتمد على الدورة الشهرية، يبقى سن البلو مثلا يجي في سن معين ممكن تبقى دي حاجة ماشية في العيلة بشكل ما. أنا ممكن تكون مبكرة عائلة، نعم عائلة عائلات مثلا يجي لها البلوغ بدري شوية، عائلات بيكون متأخر شوية وهكذا. وطبعا بيعتمد كمان على عوامل تانية خارجية، هو الموضوع يعني هو الموضوع معتمد على عوامل خارجية وعوامل داخلية أصلا. موضوع الهرمونات ده في حد ذاته موضوع كبير وشائك، وموضوع بيعتمد على حاجات كتيره جدا يعني اسباب واسباب تغير الهرمونات في الجد. يعني نقدر نقول مثلا هو في الشهر بتتغير مثلا 3-4 مرات مثلا طريقه المنر او طريقه الهرمونات بشكل معين برقم معين بتتغير في كل شهر 3-4 مرات. في خلال اليوم نفسه ده اليوم الواحد بيخلي الهرمون ممكن يتغير، يعني في خلال اليوم ممكن اليوم يتغير. احنا عندنا متغيرات كتيره جدا، لكن احنا بناخد الاشيع او الاكثر او الاكثر اللي احنا نقدر نستنتجه من تحليل او حاجه زي كده. يعني احنا نعمل تحليل مثلا معين فهنلاقي فيه لخبطه في الهرمون، ممكن نعمل تحليل في وقت تاني ما نلاقيش لخبطه في الهرمون وهكذا. احنا بناخد اكثر حاجه شائعه واكثر حاجه بتؤثر على الدوره الشهريه، يعني هي معتمده في الاول وفي الاخر على هرمونات. جميل. طيب دكتور يعني نبحر نتعمق أكثر في الأسباب اللي ممكن تؤدي للخبطة الدورة الشهرية أو تكرارها بنفس الشهر، يعني بعض الفتيات أو السيدات بيعانوا من أنه بنفس الشهر تتكرر عليها الدورة. نعم متكررة، يعني هي بتيجي في وقت أقصر. صحيح بتيجي في وقت أقصر. طبعا ده بيحصل لأن هو الدورة الشهرية حد ذاتها حصلت أو حصل لخبطة أدت إلى نزف النزف دوت قبل موعد الدورة الشهرية الجديدة. فهي هتيجي تشتكي تقول أنا عندي الدورة الشهرية تكررت مرتين في خلال نفس الشهر يا دكتور. بس برضو في حاجة لازم يبقى المستمع واخد باله منها كويس قوي، إن عشان أقول في لخبطة في الدورة الشهرية لازم إن أنا أعدي في القصيرة أكتر من 15 يوم، يعني بمعنى أصح إن أنا تكون جات لي في خلال بعدها ب 15 يوم
جات لها دوره ثانيه عشان اقول ان دي جات مرتين في خلال هذا الشهر. تكون انا ما اقدرش اقول مثلا الدوره جات لي يوم واحد في الشهر الميلادي وجات لي يوم 31 في الشهر الميلادي واقول لا ده هي جات لي في نفس الشهر. نعم هو نفس الشهر لكن الشيء الوضع طبيعي بينهم 30 يوم. نعم صحيح. فديت ما تاخرش. تعالي بقى نتكلم في الاسباب زي ما حضرتك ذكرتي. بالنسبه للاسباب بقى بما انها هي هرمونال فهي معتمده على الهرمونات بشكل بشكل كبير. طيب نتطرق للأسباب ونتعمق فيها أكثر لكن بعد الفاصل. مستمعينا خليكم على السمع. طبابة ألف مع سامي بيروتي العيادة المسموعة. ومستمرين مستمعينا في موضوعنا في طبابة ألف عن عدم انتظام الدورة الشهرية بين قوسين التكيسات. دكتور قبل الفاصل كنت تبغى تتطرق للأسباب اللي ممكن تؤدي للخبطة الهرمونات. أيوة نعم. هو العلماء علشان يدرسوا الموضوع دوت هم يعني لقوا إن الموضوع في حاجة اسمها أكسس أو يعني بمعنى أصح مسار للهرمون. الهرمون عشان يطلع وعشان يأثر على كل الأعضاء اللي هتعمل في النهاية دورة شهرية أو تعمل في النهاية إخصاب أو حمل أو تناسل بمعنى أصح، لقوا إن الهرمون إن الأكسس ده بيبتدي من فوق خالص جدا من عند القشرة أو قشرة المخ أو يعني أعلى حاجة في المخ أو اللي هو منطقة التفكير. يعني بنلاقيها كتير، بنشوفها في حياتنا العادية. خلينا نفترض مثلا ان حد مشغول او دماغ او واحده يعني سيده دماغها مشغول بشيء معين، وليكن مثلا ايام الاختبارات مثلا. نشوف واحده مثلا ايام الاختبارات تيجي تقول يا دكتور انا ايام الاختبارات ما بينزلش عليا دوره شهريه، عشان هي بتفكر كتير، عشان هي توتر. التوتر دوت ده من فوق خالص من عند منطقه القشره الدماغيه، والقشره الدماغيه دي اتاثرت على الهرمون وما فرزتش الهرمون، فبالتالي بناء عليه حصل لخبطة أو حصل تأخر في الدورة الشهرية. ده احنا بنحاول ندي أمثلة في الواقع اللي الناس بتشوفه، يعني إن واحدة عندها امتحانات ولكن أيام الامتحانات ما بيجيليش دورة شهرية إن أنا متوتر. هي لو متوترة ما بيجيلهاش دورة. بننزل تحت شوية من عند القشرة، يعني احنا هنقول برضو إن دي أسباب أدت إلى اللخبطة، يعني احنا توترنا هذا الشيء أدى من قشرة المخ فكذا. ننزل تحت شوية عندنا بقى لقوا أمراض على تحت شوية، منطقة الغدد ما تحت المهاد والغدة في المخ، يعني ديت بيجي لها أمراض معينة تؤدي إلى إن ما تجيش دورة شهرية. إحنا مين اللي بنتكلم في حالات الأمينورية أو اللي هي عدم ظهور دورة شهرية عند السيدات. تماما. إحنا لسه ما اتكلمناش في النسف المتكرر أو اللي هو هو موضوع كبير بمعنى يعني في تفاصيل كتير الصراحة. هننزل تحت شوية الهرمون بقى ماشي، ما احنا ماشيين مع الهرمون كده، نزل من قشرة دماغية إلى الغدة ما تحت المهاد، نزل هينزل على الغدة اللي هي اللي بيقولوا على البيتيوتري أو الغدة النخامية. الغدة النخامية طبعا هي اللي بيقولوا على سيدات الغدد الصماء وإلى آخره. الغدة ديت برضو بتفرز الهرمون اللي بيخلي المبيض يشتغل أو يعمل بيضات، وبيعمل وبناء عليها يعمل دورة الهرمونات في الجسم فيعمل دورة شهرية. لو حصل لها أي أمراض في موضوع الغدة النخامية يبقى ده هيؤدي برضو إلى عدم وجود دورة شهرية. لو لخبطنا زيادة يبقى احنا برضو ده ممكن يؤدي إلى أمراض معينة تؤدي إلى النزف الزيادة. طبعا هنتكلم عنوان كبير، الموضوع فيه تفاصيل كثيرة جدا بالنسبة للأمراض الغدة النخامية وإلا هيؤدي إلى النزف وإلا هيؤدي إلى عدم وجود الدورة الشهرية. من أمراض طبعا بتعالج وأمراض طبعا غير قابلة إنها تتعالج. ننزل تحت شوية يبقى احنا نزلنا على موضوع على المبيض نفسه. المبيض ده في حد ذاته هو اللي بيطلع هرمون، والهرمون دوت هو خلينا نقول الاستروجين بروجستيرون اللي هما بيأثروا بالمقام الأول في بطانة الرحم، وبطانة الرحم هي اللي هتعمل دورة شهرية. أي مرض في المبيض بالتالي هيؤدي إلى لخبطة الدورة الشهرية، وده اللي هو موضوع حضرتك ذكرتيه في الموضوع البي سي او او اللي هو التكيس الموبايل. يبقى احنا كده وصلنا لحته تعب تكيس الموبايل. احنا كل اللي فات دوت ده كان حاجات اسباب من فوق برضه، بس الاشيع والاكثر شهره هو تكيس الموبايل الشائع جدا عند الناس، والناس كلها
بتسمع عنه وبتعرفه لانه يقول لك انا عندي تكاثر مبيض، وبالتالي ده التكاثر المبيض هيؤدي الى لخبطه في الدوره الشهريه. ايضا اتوقع دكتور مدى انتشار هذا المرض كمان، يعني خلينا نتكلم على المملكه. نعم. تحديدا مدى انتشاره، هل انتشاره كبير بين السيدات والفتيات؟ هو انتشاره كتير جدا، مش كتير يعني، هو كتير جدا يعني، احنا بنشوفه كتير قوي. بس هو احنا عشان نكون منصفين، هل هو تكاثر مبايض شخص بطريقة علمية بشكل مظبوط، ولا تكاثر مبايض بيتقال تكاثر مبايض عشان شفت كيس او كيسين على المبيض فكده تكاثر مبايض؟ لا برضو هي كلمة مطاطة جدا، كلمة واسعة جدا. يعني أنا قلت تكاثر مبايض، هل هي تقصد كيس على المبيض ولا تكاثر مبايض يعني بشكله اللي هو العلماء متفقين عليه؟ تعالوا بقى احنا نعرفه. تكاثر مبايض، تكاثر مبايض هو وجود أكياس على المبايض كما هو واضح، بس بعدد معين، لازم يكون أكثر من 8. ولازم تكون كل بويضة من هذه البويضات الثمانية ما بتوصلش للحد الطبيعي بأنها تعمل ovulation أو اللي هو الانقسام. انقسام بيقف عند حد معين، والكيس بيقف عند حد معين، عند مقاس معين، لا منه بيكبر فبينقسم فيطلع بويضة ناضجة، ولا منه هو بيتلاشى فبيفضل للشهر اللي بعده. ده التعريف البسيط لكلمة تكيس مبايض. يعني احنا ما نقدر نطلق تكيسات المبايض. نعم. إلا إذا كانت ثمانية، إذا وصلنا لهذا. أيوة نعم، لهذا العدد وهذا الشكل وهذا الوصف. لأن هو كمان ممكن ثمانية بس يكون بيأدي وظيفته كويس، يعني الأمور ماشية كويس، أو منهم واحدة بيقولوا على دوم أن أنت يعني واحدة بتكبر بتوصل لحد معين وتنقسم وتطلع بويضة، فبناء عليه الست ديت ممكن تعمل دورة شهرية منتظمة. والأهم من دورة شهرية منتظمة أنها تحمل. يعني الهدف الأصلي من ده كله، وربنا سبحانه وتعالى خلق الكلام ده كله عشان يحصل حمل. صحيح. فإحنا بيبقى هدفنا الأصلي أو عنا على الحمل في المقام الأول، اللي هو مرض التكيس، تكيس المبايض. يتبع هذا الشكل اللي تقريبا وصفناه، اختلال في الهرمونات. طيب اختلال الهرمونات دوت بيحصل بشكل ازاي؟ بكيف بالضبط؟ ايش هي الاعراض تحديدا؟ هي الاعراض اللي ممكن تظهر على اي سيده. نعم. هي جايه تقول ايه؟ ما هي جايه تقول ايه عشان انا اشك في تكيس مبايض. انا كطبيب يعني، واحد زي ما حضرتك ذكرتي اختلال في الدوره الشهريه ومواعيدها. الست جايه تقول انا ما بحملش، هو اصل تكيس مبايض ما بيسبب عدم حمل. يا اما تتاخر، هو الوصف الكلاسيكي بتاعها ان هي تتاخر، ولما تيجي غزيره، دورها تتاخر، ولما هتجيلها غزيره بشكل غزير، لانها اتاخرت ولان الهرمون زاد عليها، تاثير الهرمون على الرحم، فهيجي بشكل غزير النسف بتاعها. ده تكيس المبايض. هي جايه بتقول كده، الست جايه بتشتكي بتقول انا عندي تكيس مبايض، انا عندي تاخر في الدوره، ولما بتيجي غزيره مثلا. اتنين، المرأة بتيجي بتشتكي مثلا من وزن زيادة ومع لخبطة الدورة. فأنا لما بكشف وبحلل وبشوف بعمل تستات بتاعتي، بلاقي ان في ممكن فعلا الحالة دي تكون تكيس مبايض. بس تكون مثلا الوزن ازداد فجأة، او مو يعني مو طول عمرها وزنها ثابت على هذا الشيء؟ شرط، لا مش شرط، مش هيجي فجأة تزيد وزنها. ممكن تدريجيا. لا يعني ممكن تدريجيا، هو الاغلب بيجي تدريجيا. ثلاثة مشهورة أو بيجي معها ارتفاع في هرمون الحليب. يعني إيه؟ يعني هرمون الحليب عالي بالتحليل، أو هي بتشتكي من قول أنا صدري بينزل منه حليب، حتى لو هي بنت، حتى لو هي ما اتجوزتش، صدري بينزل منه سائل مثلا، أو هتقول صدري بينزل منه حليب، ده على طول يشككنا إن في تكيس مبايض. بناخدها على طول، او ما بنشوفها كده بنقوم واخدينها على طول محلل لها هرمونات، او ما اول حاجه بنعملها بنحلل الهرمونات. طيب برضو الناس قعدوا، علماء وقعدوا يقولوا لا ده احنا لازم عشان نحلل الهرمونات لازم يبقى عندنا وصف يعني دقيق وما عشان ما نغلطش. فيا سيدي الفاضل، حضرتك هتحلل الهرمون الغده النخاميه، وهنحلل هرمون حاجه اسمها ال LH، او هرمون ال LH. يعني نقدر نقول هذا التشخيص؟ لا يا فندم، ده برضو وسيله من وسائل التشخيص، لسه ما وصلناش. ما وصلناش 100%.
هو عشان نكون برضو واضحين قدام الناس تشخيص تكاثر مبايض عشان يكون 100% وعشان أحلف إن ده تكاثر مبايض ما لا يتم إلا بالمنظار. بالمنظار نعم. المية في المية أن أنا أقول ده تكاثر مبايض هو بالمنظار. طبعا الألترا ساوند طبعا وتقدم الموجات الصوتية وتقدمها في الوقت ده بتقدر تجيب طبعا بتقدر تشخص بتقدر كل حاجة وبنعالج فعلا على أساسها على أساس ده تكاثر مبايض نعم وكل حاجة. بس أنا عشان أقول 100% ده تكاثر مبايض أنا كنت دخلت بالمنظار يعني شفت بعيني بمعنى صح. ولكن كل اللي حضرتك بنقول عليه دوت ده شواهد أو حاجات بتؤدينا للتشخيص يعني. وصلنا ان احنا عملنا هرمونات وعندنا الصوره اللي اشتكت بها المراه بهذا الشكل وعندنا التحليل الهرمونات ايجابي اللي هو اللي عملنا الاف اس اتش وعملنا ال اتش وعملنا هرمون الحليب وكتلاته كانوا بيقولوا لا ده دي حاله تكيس مبايض واضحه. بنبدا العلاج والعلاج برضو في مدارس وتغير يعني احنا العلاج كان زمان كنا بنستعمل طرق علاج معينه دلوقتي لا بقينا اتغيرنا احنا نفسنا يعني احنا في الفتره الحاليه احنا كنفس الاجيال ديت بقينا كنا بنستخدم علاج وغيرنا بقينا نستخدم علاجات تانية من ضمنها علاج يعني علاج حبوب بتاخدها سيده جميع الانواع يعني انواع حاجات للهرمونات ديت وحاجات للهرمونات ديت وحاجات للهرمونات ديت ممكن بنستعمل حاجة مضادات للهرمونات برضو كل ده عن حبوب. هذا كله لعلاج الهرمونات تحديدا. علاج هرمونات احنا بنضاد الهرمونات اللي شغالة وبنحاول ان احنا نعالج اللي بيحصل طريقة او بأخرى. تعال ساعات بقى خلاص احنا وصلنا لمرحلة مش قادرين ان احنا نعالج الحالة يبقى ساعتها هنتدخل جراحيا وهنبتدي نعالج تكيس المبايض بالجراحة ازاي عن طريق المنظار. ندخل بالمنظار وبنحصل بن 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 بنعمل كي لهذا المبيض كي بشكل معين يعني احنا مش بندمر المبيض ولكن احنا بنعمل حاجة زي تصريف للأكياس اللي حصلة ديت بشكل جراحي يتم معالجته. نعم. نعم. ممتاز. رح نكمل اكيد مستمعينا تفاصيل موضوعنا اليوم لكن نطلع فاصل بسيط وراجعين خليكم على السمع. طبابة ألف مع سامي بيروتي العياد المسموع. ومكملين مستمعينا موضوعنا عن عدم انتظام الدورة الشهرية التكيسات في طبابة ألف. في هذا الجزء من الحلقة رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 011-217-85-85. أسئلتكم أيضا عن طريق الاسم اس على STC851040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. قبل الفاصل دكتور أحمد خبرتنا عن كيف ممكن السيدة تعالج أو تعالج من لخبطة الهرمونات تحديدا. طيب بالنسبة للأمراض المزمنة دكتور هل للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط علاقة في هذا الموضوع؟ هل ممكن تؤدي هذه الأمراض للخبطة الهرمونات أو لتكيسات المبايض؟ هو طبعا أمراض مزمنة زي السكر ده طبعا هو أصلا مرض هرموني في المقام الأول فده أصلا ده وارد جدا أنه يأثر على الدورة الشهرية بس مش كل الحالات يعني هو حالات اللي بنقدر اللي بيكون سكرها متظبط أو يعني الأمور مريضة السكر المزمن بشكل هي سكرها متظبط اصلا وبتاخد جرعاتها بشكل منتظم بيبقى في لحد ما الدوره الشهريه عندها منتظم بس ما يعني ما نقدرش نقول في كل الاوقات ساعات ممكن يحصل لها لخبطه في السكر وده يؤدي الى لخبطه في الدوره الشهريه طبعا ده مرض مزمن بيأثر طبعا على الدوره الشهريه ولخبطتها الضغط العالي مثلا مرض الضغط المرتفع هل هيأثر على الدورة الشهرية؟ طبعا هيأثر على الدورة الشهرية لو مش منتظم لو احنا مش بناخد علاجنا بشكل صحيح هيأثر طبعا على الدورة الشهرية امراض الغدة الغدة الدرقية الغدة الدرقية لو فيها امراض لو الهرمون مش مظبوط برضو بتاع الغدة الدرقية ده هيؤدي على عدم انتظام في الغدة الدرقية وده طبعا مرض مزمن وبناخد له علاج طبعا ممكن يفضل الوقت طويل جدا بناخد له علاج الحالات اللي زي كده احنا دايما بننصح نصحة تزور دكتور الباطني
وبنصحها ان هي تظبط الهرمونات قبل ما نبتدي نشوف الاسباب، او نقعد ندور بشكل مفصل عن اسباب اللخبطه. يعني قبل اي حاجه لازم يكون السكر متظبط، لازم يكون غده الدرقيه مفيش فيها مشاكل وهكذا. دي اكثر شيوعا، يعني دي اكثر حالتين شيوعا في الامراض المزمنه يعني. لكن كل اللي قلناه قبل كده بالنسبه طبعا الامراض اللي فوق على الامراض الغده النخاميه، كل ده امراض مزمنه وهتؤدي الى لخبطه الغده الدرقيه ولها علاقه. ولها علاقه طبعا. عندنا اتصال، نقول الو مساء الخير. الو، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، مين معي من وين؟ هلا حياك اخوان. الله يسلمك، عفوا انقطع الخط. اتصالاتكم مستمعينا على 0121 61 61 100 0112175 85 85. اتصال، ألو مساء الخير. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. وعليكم السلام، مين معايا من وين؟ معك هدى من مكة. يا هلا فيك يا هدى، تفضلي. أنا بس حابة أسأل الدكتور سؤالين. السؤال الأول إنه في بعض السيدات يقولوا مثلا إذا كانت في تكيسات في المبايض أو إن الدورة الشهرية غير منتظمة، فإن استخدام موانع الحمل يساعد على إنه تنظيمهم. السؤال الثاني، هل ألام الدورة الشهرية واختلافها من سيدة لسيدة فيها دلالة على تكيسات المبايض أو أي تقلبات هرمونية؟ والله يعطيكم العافية. شكرا لك يا أختي هدى، يعطيك العافية. بالنسبة للسؤال الأول دكتور، السؤال الأول سؤال جميل. هل حبوب منع الحمل بتنظم الدورة الشهرية؟ تعتبر كعلاج؟ أيوة نعم، تعتبر كعلاج. وده هيرجعنا برضو للموضوع الأول اللي قلنا عليه، إن هو إن إحنا عندنا طبعا الأكسس اللي اتفقنا عليه اللي هو مسار الهرمون. اللي هي حبوب منع الحمل بتعمل إيه؟ حبوب منع الحمل بتدخل بتعمل على مستوى الغدة النخامية. هي هرمون معظمها يعني بيكون هرمون استروجين هرمون البروجسترون. لما بنديه بشكل خارجي بجرعة عالية ده هيخلي الغدة النخامية توقف إفراز الـ FSH والـ LH. ده بالعنوان الكبير. ليه هتوقف؟ عشان هو زاد نسبة الهرمون. هي عندها حساسية، هي بتعرف هي الغدة النخامية ديت بتقدر تعرف نسبة الهرمون قد إيه وبتفرز على أساسه. يعني لو لقت إن الهرمون كتير بيجري في الدم فهي هتوقف إفراز الـ FSH والـ LH. ده اللي هو فكرتها، وبناء على هذا بتمنع الحمل لأنه مش هيحصل تبويض. طب ما انا لما بديها منع حمل علشان اوقف هرمون دوت، يبقى انا وقفت الهرمون المؤثر اصلا على المبيض، يبقى انا اللي هو كان بيؤدي الى تكيس المبايض، او منعت عنه الهرمون، منعت عنه الغذاء بتاعه. فاللي كان الكيس اللي كان موجود هيروح، لان هو خلاص ما بقاش تحت تاثير هرمون فهيروح. ده كلام جميل جدا. وبرضو عايزين نوضح نقطه، ان اللي هو احنا الست ديت جايه علشان ما دوره غير منتظمه، وبعدين الدكتور راح مديها حبوب منع حمل. ما تستغربش هو ليه ده حبوب منع حمل، لان هي اصلا دوره مش منتظمه، بس هو استعملها بشكل غير ان هو يمنع بيها الحمل، او استعملها بشكل اخر، رجعها للزيرو بمعنى اصح. يعني يعني رجع الدوره الى زيرو، رجع الهرمونات الى الزيرو بحيث تظبط تاني مع الغده النخاميه. وغالبا بنكتبها لمده 3 شهور. والاغلب برضو عايز اوضح نقطه، احنا في السوق في عندنا يعني برضو في الأدوية هم زي ما تقولي عملوا حاجات علشان برضو المرأة ما تفتكرش ان في ان هي بتاخد حبوب منع حمل علشان تنظم الدورة الشهرية، وممكن تكون بعضهم او يمكن 3/4 جايين اصلا عشان يحملوا. يعني تخيل ان المرأة جاية عشان تحمل فانا اديتها حبوب منع حمل، فهنا صار الموضوع هي دخلت للدكتور علشان تحمل فدورتها مش متلخبطة يا دكتور فانا اديتها حبوب منع حمل. فهم عملوا زي ما تقولي أدوية تانية مكتوب عليها لا تستعمل لغاية منع الحمل، وهذه الأدوية تستعمل لتنظيم الهرمون. بيقولوا عليها منظم، حتى منظم. شائع هنا في السعودية بيقولوا عليها منظم. منظم للدورة الشهرية. ممتاز. اتصال، ألو مساء الخير. معلش دكتور بس لأنه اتصالات فضل. كثيرة. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا أخوي، مين معي من وين؟ معكم عبد الله من الرياض. يا هلا فيك، تفضل. أنا مدري، بس عندي زوجتي ما حملت، ما نعرف تكيس مبايض أو زي كذا، بس يعطونها كل شهر إبر تفجيرية تنشيطية، مدري تضر ولا لا لو بردي. يعني سؤالك تحديدا هل هي مضرة أم لا؟ إيه هل مضرة ولا لا؟ ما نعرف يعني ليش تأخر الحمل. بقى لها كم شهر يا أستاذي بتاخد الإبر التفجيرية؟ تقريبا 3 شهور الآن.
ثلاثة شهور الشهر تاخذ. بس هي ما خدتش حاجة غير غير الإبر التفجيرية والتنشيط الأول وبعد الإبر التفجيرية مدة ثلاثة شهور فقط. ايوه. ولا عملنا حاجة تانية؟ في علاجات يعطونها. في علاجات تانية اللي هو منظم السكر. منظم السكر. يا سلام عليك. وفي كمان منظم هرمون حليب أو حاجة؟ في علاج ثاني صراحة بس أني ناسيه. هي كانت أول سنة ولادة طبيعي بس ماني عارف الحين تأخرت سنتين. اه يعني أول مرة ولادة طبيعية بس الوقت تأخرت سنتين. إيه ماني عارف شو المشكلة. الله يبارك لك، هنجاوب إن شاء الله على سؤالك. شكرا لك أخو، يعطيك ألف عافية. دكتور تفضل. طبعا ديت برضو ديت بما عليها يعني عدم حمل ثانوي أو يعني حصل حملة معها قبل كده وبعدين المرة التانية بيتأخر الحمل. هو تأخر الحمل فالدكتور شاف إن هي عندها هينشط فهيحصل حمل، وفعلا بدأ فعلا ينشط قبل التفجيرية اللي هو بيسأل عليها أستاذنا. هي أخذت تنشيط دوت برضو لعدم التبويض، فاحنا بندي تنشيط. التنشيط دوت بيتم عن طريق الطبيب. التنشيط بيبدأ بحبوب ويبدأ غالبا من تاني يوم الدورة، بتفضل الدكتور متابعها بشكل يعني لصيق، يعني بيشوفها كل يومين تقريبا. يكون في متابعة شديدة. نعم، والمتابعة دي بتكون بالتلفزيون بالأشعة التلفزيونية، يعني هو مش سايبها كده، هو بيديها في التنشيط وبيتابعها بالأشعة التلفزيونية كل يومين تقريبا مرة. وبناء على الأشعة التلفزيونية هو بيتحرك، يعني يا إما هكبر البويضات يا إما أما توصل للحد اللي أنا عايزه هبتدي أفجرها. الأستاذ المتصل هو بيقول إيه، أخذت الإبرة التفجيرية ثلاث مرات، معنى كده إن هو الإبرة التفجيرية بواحد شهر خلاص، هي معناها إن هي أخذت الإبرة التفجيرية لمدة ثلاث شهور. إذن ثلاث مرات. ثلاث مرات. الكلام ده مظبوط، ما فيش مشكلة خالص، بس أهم شيء وأهم نصيحة نقولها له، خليك مع الطبيب بشكل لصيق، يعني يفضل متابع الموضوع جدا. لأن ليها طبعا مضاعفات وليها أثار جانبية، لازم الدكتور يكون حاطط عينه كويس جدا على المريضة، عشان البويضة لما توصل لحد معين هيبتدي يديها الإبرة التفجيرية ويفجرها ويطلب منه أن يحصل معاشرة في وقت معين يعني. بس الكلام الجديد ان احنا ما بنطولش في المرحله دي. اجدد حاجه دلوقتي ان احنا معانا 3 شهور. 3 شهور من هذه المحاوله كحد اقصى. بعد كده بنحولها الى وسائل علاج اخرى. موضوع كبير طبعا، هو موضوع كبير جدا يعني. صحيح. اخترت موضوع يعني والله اتصالات واستفسارات والله مو انا. اتصال جديد. الو مساء الخير. طيب مستمعين اتصالاتكم على 012-61-61-100 011-2-17-85-85. أنا عندي سؤال بيتردد كثير دكتور، أكيد حتى عندك في العيادة بيتردد كثير. في حالة كانت الفتاة بتعاني وما تزوجت، بتعاني من تكيسات المبايض، في كثير صراحة من الأمهات تأخذ حبوب منع حمل، هتأثر عليها ما هتخليها تحمل بعدين، هيتأثر على نفسيتها، فيها كورتيزون ما فيها كورتيزون، هتنفخها ما هتنفخها. في كثير مفاهيم خاطئة حول هذا الموضوع. هو كله قلتي ده صح، كل حاجه قلتي ده صح. يعني اللي قلتهم كلهم دول صح، هتأثر على نفسيتها وهتخنها وهتعمل فهذه الاسئله فعلا، لانه خاصه لما تكون فتاه البنت يعني لسه ما تزوجت، فالام يعني من باب طبعا الحرص الشديد فدائما بتسال انه طب البنت هتكون نفسيتها تمام، هتقدر هذا الشيء ما حيأثر عليها سلبا في موضوع انها تحمل بعدين لا سمح الله. فهذا السؤال اكثر صراحه شيوعا. فهل الحبوب كده يعني قلنا هي هو الوقت أحمدي. هو الوقت الحبوب، ما احنا ما بقيناش برضو بندي الحبوب بدري، يعني احنا اخر خيار عندنا الحبوب، نخلي بنأخرها للاخر. ومش قبل ال 17، مو يعني قبل 17، مش قبل ال 17 ابدا بيبدا الحبوب. وبعدين لازم تكون مأثره عليها ومأثره على حاجات كتير، مأثره على الهرمونات، ولازم يكون التشخيص واضح جدا عشان نبتدي ندي حبوب بهذا الشكل، وخاصة لو كانت الفتاة غير متزوجة، وخاصة الفتاة غير متزوجة اللي هي مامتها الآن عليها واللي هي خايفة. ولكن الأعراض اللي حضرتك قلتيها كلها موجودة ووردة، ولازم الأم تكون عارفاها. هتأثر على النفسية نعم، هتؤدي إلى السمنة نعم، بس هي ما كانتش جاية لنا أصلا سمينة. هتأثر على السمنة نعم، هي طبعا بتؤدي للسمنة، وهل بتخاف؟ لا، هي هتأثر على مستقبلها في الإنجاب. لا، دي مش شرط، بالعكس أنا لو عليكت هيكون أحسن. هي دي بس هي هتأثر على الإنجاب فيما بعد، لأن لو عالجتها أحسن من لو سبتها. ممتاز.
عندنا اتصال. ألو مساء الخير. شكله هنا اتصالاتكم مستمعين على 0121-61-61-100 0112-17-85-85 عن طريق الاس ام اس على STC 85-10-40 موبايل 66-3-1 وزين 70-13-13 فاصل أخير وراجعين لاستقبال اتصالاتكم. خليكم على السماء مع سامي بيروتي العيادة المسموع. ورجعنا مستمعينا من جديد في طبابة ألف لاستقبال اتصالاتكم. ناخذ أول اتصال. قول ألو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. مين معاي ومن وين؟ خالد. يا هلا فيك أخوي. تفضل. كنت بستفسر الله يسعدكم بالنسبة لبنتي عمرها 16 سنة وعندها تكيس بس هم عملوا مرتين أنتراساوند في مستشفيتين مختلفين فواحد قال إنه جنب المبيض وواحد قال لا إنه على المبيض فمقاس الكيس تقريبا كان 8.7 اللي هو كيس مائي كيس مائي 8.7 فلما وديتها بعد آخر تشخيص لها للدكتور عمل لها طبعا الانتراساوند في العيادة عنده فقال نقص 1 سنتي وعملنا لها طبعا عدة تحاليل اللي هي طبعا حقت الخلايا النشطة ما الحمد لله ما لقينا ولا شيء كل شيء كلير فما احنا عارفين هل انه ممكن تعمل عملية لانه عمرها 16 سنة فماني داري ايش الوضع. ما اثر على حاجة استاذ خالد؟ هي بتشتكي من حاجة من اي الم من فيها اي الم فيها الم اثناء سوري يعني اثناء الدورة قبل الدورة لكن في في الاوقات العاديه ما فيش الم ولا حاجه. لا يعني فيها احيانا كده كل فتره يعني زي الالم البسيط كده يجي مكانها. والدكتور طبعا قرر ان هو يلاحظ الكيس يشوفه بيصغر ولا بيكبر كل شهر. عفوا ما سمعتك يا دكتور. بقول لحضرتك شافه 8.7 وقال لحضرتك هنتابعه ونشوفه كل شهر بيصغر ولا بيكبر. والله اخر مره ايوه تقريبا ما بين او يعني ثاني مره وثالث مره عند الدكتور قال انه صغر تقريبا سنتي الان. جميل. هو قال لي اطمن انه كيس مائي. مائي نعم. كويس جدا كويس جدا كويس جدا. يعطيك العافيه اخوي خالد. الله يعافيك. شكرا جزاك شكرا لك. شكرا. تفضل دكتور. هو بيسأل عن كيس على المبيض وليس تكيس المبايض اللي كنا بنتكلم فيها برضه عشان الناس ده كيس واحد. ده كيس واحد وكبر وصل إلى 8.7 سنتيمتر. الكيس ده مش طبيعي طبعا. 8.7 كحجم يعتبر كبير. هو على حسب كلام الأستاذ خالد هو بالألترا ساوند اللي عمله قال له ده كيس مائي. يعني إيه كيس مائي؟ يعني كيس شفاف. يعني هو بيشوف بيبان في الألترا ساوند شفاف وكيس مائي فقط يعني سائل فقط ليس له ما فيش فيه أي مثلا محتويات جوه السائل ده بس بنقدر نقول عليه كيس ومليان مية. الكيس المائي ده متكرر برضو على فكرة كتير. هو بس اللي كتيرة شوية هي 8.7 المقاس كبير شوية الحجم نفسه. برضو احنا نقدر نقول فيه معدل طبيعي. نعم. نعم. كنا الأول بنقول لغاية 5 سنتي هو المعدل الطبيعي. لغاية 5 سنتي ما بنتدخلش. الوقت بقينا نقول 7 سنتي. الأستاذ بنت الأستاذ خالد عندها 8.7 يعتبر أعلى من المعدل. نعم. الطبيعي. أعلى شوية. هي 16 سنة ومش مقصر. برضو احنا بناخد في الاعتبار الحالة الإكلينيكية يعني نسأل المريضة بتشتكي ولا لا يعني هو في وجع ولا لا. بس هو اكيد في حاجه والا ما كانتش راحت للدكتور وكشفت فلقى ان في الكيس المائي. مش حاجه بالصدفه اكتشفها. اكيد. ننصحها بايه؟ ننصحها بان هي تشيله بعمليه. تشيله بعمليه. نعم. يعني يفضل. يفضل. نعم. قبل ما يدينا مضاعفات لانه احنا بنخاف من مضاعفات الكيس ده. وفي حال كبر الحجم لانه كبر الحجم او لف حوالين نفسه ده يعني هو يا اما كبر يا اما لف حوالين نفسه فبيسبب لها الم شديد جدا وبندخل ساعتها جراحيا برضه. ممتاز. لو كان هو اخد الطريق التاني بتاع ان هو يشوف ان هي يشوفه بيصغر شايفه بيصغر ماشي بس يكون بشكل مقرب جدا من الطبيب ويشوفه باستمرار يعني. ممتاز. اسكتش عليها يعني. اتصال جديد. الو مساء الخير. الو مساء الخير. اتصال. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. مين معاي من وين؟ محمد عبد الله. يا هلا فيك. تفضل. وانت بخير وبصحة وسلامة يا رب. تفضل. يا دكتور انا زوجتي استعملت مانع حمل اللولب فمن بعد اللولب صار عندها شهريا او ما نقول شهريا يعني نودة يمكن 3 شهور ما تجيها دورة ولما تجيها الدورة بتكون نقطة يعني حاجة بسيطة.
فأنا سؤالي هل وقوف الدورة هل في يعني أي أثار جانبية عن هذا الشيء؟ في رضاعة يا أستاذي؟ ترضع؟ لا ما ترضع، لا هي ولدت والحمد لله، يعني رضاعة بطريقة رضاعة، مو رضاعة طبيعية، مش رضاعة طبيعية. بتاخذ أي أدوية أي حاجة تانية؟ لا ما فيش أي أدوية بتاخدها؟ لا. طيب حللت، عملت تحليلات، راحت للأطباء؟ احنا من حطينا اللولب، طبعا رحنا الدكتور واستعنا به، فهو اللي نصحنا باللولب اللي هو الدهن اسمه والله ناسي، الهرموني. نعم. فهو اللي نصحنا به. هو لازال اللولب موجود ولا تشيل؟ لازال موجود. تمام. انا سؤالي يعني هل الايقاف وقوف الدوره لمده شهر او شهرين هل بيكون فيها اثار جانبيه من ناحيه انه والله مثلا جمع مويات او شيء زي كذا؟ لا يا فندم ابدا، هو اللي هو اللولب الهرموني، هو ده فكره اللولب الهرموني، ان هو يقلل الناس لانه بيطلع هرمون. هو اللولب الهرموني هو بيطلع هرمون علشان يقلل الناس في الحالات اللي بيجي لها ناس. فبعض السيدات بعض السيدات اللي بيجي لها كده بالشكل دوت، هو بيقلل الكميه، بيقلل المده، يعني معنى صح. اخر سؤال ان شاء الله اكون طولت عليك. فبالنسبه للان شهر رمضان هذه مسألة شرعية، بس أبغى أعرف هل نزول نقاط الدم هذه هل تعتبر هذه دورة أو فقط يعني ترسبات؟ أيوة أعتبرها دورة طبعاً. طبعاً هنعتبرها دورة، هنعتبر يعني لمدة 10 أيام بتنزل النقط فقط يعني. معلش بس احنا هنعتبرها دورة، لأن كمان حتى المدة ما بينها وما بين اللي بعدها فترة طويلة، يعني هي مش متكررة كتير، هي بينزل من يعني تقدر تحدد عليها، وبناء عليه تقدر انها تمنع الصلاه او الصيام، لكن هو بتحدد هي كميه قليله فقط، لكن الموعد مظبوط. شكرا لك اخوي، يعطيك الف عافيه. اتصال. الو مساء الخير. الو يا هلا وسهلا، مين معي من وين؟ مساء الخير، معك اسماء. يا هلا فيك يا اسماء، تفضلي. انا بس حابه دكتور، انا عندي منطقه الاسفل البطن دي منطقه الحوض، يعني منطقة بيصير فيها ألم وقت قبل الدورة ووقت الدورة، يعني أول يومين للدورة تكون المنطقة منفوخة، فهل هي لا علاقة؟ بيكون ألم شديد، فهي من فترة تقريبا سنة، فهي بيكون لها علاقة بتكيسات المبايض أو أي مشاكل أخرى؟ والله يعطيكم العافية. سؤالي معلش، هي أول ما بتنزل الدورة الدم الوجع بيروح ولا بيفضل مستمر؟ لا ممكن أول يومين. أول يومين بيفضل فيه ألم؟ ايوه، وقبل الدوره ممكن بيومين. حضرتك متجوزه ولا لا؟ لا لسه بنت. ايوه. طيب يا فندم هنجوز. تحياتنا لك يا اختي اسماء، يعطيك العافيه. وناخذ الاتصال كمان الاخير ونجاوب الاسئله مره واحده. الو مساء الخير. لا السلام عليكم. وعليكم السلام، يا ريت تسمعنا من السماعه وتقفل الراديو. قفلت الراديو. يا هلا فيك، مين معي من وين؟ علي من جد. يا هلا فيك يا علي، تفضل. ايه بتصل للدكتورة. تفضل. عندي زوجتي طبعا لي سنتين ونص. يعني ما صار حمل والدور ما هي منتظم عندها. فأخذت أول فترة حبوب منع حمل فوق 3 شهور استخدمتها. على السريع بس أخوي عشان الوقت، عشان تنتظم الدور، ما انتظمت الدورة، جلست فترة بس ما صار فيها حمل. أعطوها كلوفاج قالوا عندها تكيس، نفس استخدمت الكلوفاج ما نفع معها، ما تكيس زي ما هو. بين فترة إذا جت الدورة تطول معها، يجيها آلام شديدة في بطن مع الدورة في أول 3 أيام، يجيها بعد ما تخلص الدورة يبقى ينزل بني شيء بني، يعني يطول بعض الوقت، وبعض الوقت الدورة تتأخر تجلس حول شهر ما تنزل الدور. افتشر بردقوش حتى ينزل. السؤال تحديدا أخوي بس عشان الوقت، البني هذا إيش اللي ينزل؟ ما أدري إيش السبب، رحت كذا علاج ما نفع معه. يا ما شخصوها تكيس في المبايض يا أستاذي؟ إيه تكيسات شخصوها. والهرمونات بتبقى عالية وبرضو بتقول تكيس مبايض. إيه تكيس، وعندها اكتشف وقالوا عندها رحمين. ايه طيب، لا اخر حل لا اشعه صبغه. سويتوا الصبغه ولا لسه؟ لا والله ما سويت، جاب يسوون الصبغه ما نفع، قالوا عندها النفس يوصل للمهبل بس ما يدخل ضيق ذاك، ما يدخل داخل الرحم.
شكرا لك اخوي، يعطيك الف عافيه. تفضل دكتور عشان الوقت على السريع. هنبدا بالاخت اسماء. الاخت اسماء سالت على اول يومين في الدوره فيها الم شديد، وهل ده له علاقه بتكسر المبيض ولا لا؟ وهي تقريبا ليها سنه بتجيها هذه الالام، يعني مو من زمان. هو موضوع الالم مع الدوره الشهريه ده معظم الناس طبيعي، او خلينا نقول ده شيء طبيعي وبيحصل لكل الناس. هو بس بيختلف من 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 قبل الدورة الشهرية وأول ما تنزل الدورة الشهرية بيختفي، ولا بيفضل مستمر مع الدورة الشهرية. وده نوعين مختلفين من ألم الدورة الشهرية. اللي في موضوع اسمه موضوع الألم مع الدورة الشهرية، بس هو في الأول وفي الآخر هو شيء طبيعي. بتسأل عن الأستاذ اللي بيسأل عن تكيس المبايض اللي هي أخذت جلوكوفاج وأخذت وبيسأل عن موضوع الدم البني أو كده. احنا ده محتاج إن هو يزور طبيب ومحتاج أشعة الصبغة زي ما هو قال، واحتمال يحتاج منظار. المنظار هيشخص الحالة بشكل أوضح، بس هو هيفضل ماشي في العلاج العلاج اللي هو العادي بتاعه لحد ما تنتظم الدورة. وبعد بعد انتظام الدورة هنبتدي نشوف موضوع التبويض، التبويض بيحصل ولا لا، هنبتدي بدراسات تانية مستفيدة في الحكاية دي. في كل الأحوال هنقول له لا، أنت هتتابع مع طبيب متخصص أمراض نساء ولادة. وهو لفت نظرنا إلى أن هي عندها 2 رحم، فده ممكن برضو يحتاج منظار بنوع المنظار الرحمي لتشخيصه. وساعات بيكون علاجها سهل جدا، ساعات أنه بيكون حاجز، مجرد حاجز وبتشال وبتحمل السيدة بشكل طبيعي خالص. ممتاز. كنا عايزين بس نتكلم عن موضوع الـ 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 علاقة الـ الألم اللي بيحصل في الدورة الشهرية بتكيس المبايض. لا، ما فيش علاقة مباشرة بين الألم ودوت، والناس اللي ما عندهمش تكيس المبايض بيحصل عندهم ألم برضه. ما في قاعدة واضحة، ما فيش قاعدة واضحة لهذا الشيء. يعطيك العافية دكتور أحمد، شكرا لك. مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة. اعتبروا ألف ألف أف أم في اليوتيوب مرجع لكم لو حابين ترجعوا تسمعوا أي حلقة بإذن الله. كنت معكم أنا سامي البيروتي، وفي أمان الله.